وطني مميز ليس ككل المساء، مساء يجمع القلوب الطيبة والعمل الإنساني والشهر الفضيل ووجودكم الكريم. نحسبها ليلة استثنائية يرسم الحب خطوطها، وبشغف اللحظة ننسج تفاصيلها. نقول لكم إنه موعدنا السنوي الذي يجمعنا بكل المحبين في شهر الخير والتقوى. هذا الموعد الذي نحرص عليه وننتظره بشوق، لأنه يجمعنا مع كثيرين يشغلهم ركض الحياة ونفتقد تواصلهم. نقول رمضانكم مبارك وجمعكم خير وغدكم تفاؤل وفرح بإذن الله. نجوم وإعلاميين وشخصيات اجتماعية برمضان، وعساها أيام مباركة وأيام جميلة على كل إخواننا المسلمين، وأتمنى أن تنتهي هذه الحروب ويعيش كل الوطن العربي بصحة وخير، وأهالينا في كل مكان يعيشون بسلام ويعيشون طمأنينة، وأيامهم كلها سعادة وفرح إن شاء الله. رمضان كريم، عاد عليكم يا رب، على كل قراء سيدتي. احنا اليوم موجودين بإيفنت سيدتي، كثير مبسوطة بهاي الدعوة، وإن شاء الله يا رب يكون حفل خيري يقدر كل الأطفال يستفيدوا منه. قبل يمكن 3 أيام، وهو أني أنا بكون سفير لحملة دبي مدينة السلام. مغرور تهدي بجمالك، مغرور تهدي بجمالك، أرينا شوية الراحة. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله عندي بعد مع الفنان عبد الله الواجد في اغنيتين، وطبعا عندي مع الفنانه مريم فارس في البومها ان شاء الله حيكون 3 أغاني، ستايل جديد وفكره جديده. سنه عملي القيامه، هو عمل تراثي اماراتي يتكلم عن قصة حب وقصة اغتصاب وقصة دفاع عن الشرف وقصة فيها قتل فيها. بارك عليكم الشهر، قراء مجلة سيدتي المبدعة مروة محمد. مرحبا يا جمهور سيدتي، معاكم ون هو تشونغ، الكوميديان الكوري اللي بيحكي عربي ومقدم برامج تلفزيون والممثل واللي بيغني مرة. He's now doing karaoke, singing the songs of Maria Carey, Brian Adams, Diana Carasol, singing that song, right? He's doing this for you now, we talk later, later. Thank you! بالمناسبة هذه حنطلق حملة خاصة حتتبناها سيدتي تحت مسمى أطفال الحدود، وهي تهدف إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي لأطفال السوريين في المخيمات. تحية لكل قراء ومتابعي مجلة سيدتي، كل عام بخير، رمضان كريم، إن شاء الله يكون هذه السنة أفضل من السنة اللي فاتت. إنه ربنا يتقبل منا صيامنا إن شاء الله، هذا أقصى شيء ممكن يتمنى الواحد. طيب،
لهم سيدتي مجله هاتفي ومجله جديه ومجله كمان فيها ترفيه وفيها مرح وفيها تربيه وفيها ثقافه. سيدتي مجله كامله. وعليهم طبعا في مبادراتكم شفت اكثر من مبادره طبعا اطفال الحدود صاحب سمو الشيخ راشد الاطفال. فانا هنا ايضا ادعم للاطفال، كلنا ندعم الاطفال، كلنا ندعم المواقف الانسانيه هاي. كل عام وانتم بخير وان شاء الله ايامكم كلها سعيده وينعاد عليكم عساكم من عواده. دعم للطفولة. أحلى دور أنا ظهرت فيه السنة اللي هو مسلسل القياضة اللي يعرض حاليا على قناة سما دبي وعلى قناة الشارقة. المبادرة الرائدة اللي اليوم صارت في دبي ما في شك إنها هي عمل خير كبير. أتمنى طبعاً يعني بيض الله وجيههم كلهم حقيقة على هذه المبادرة الجيدة.